إن الدين عند الله الإسلام. يا فضيلة الشيخ، إن بعض المنتسبين للعلم يقول لا تدعوا الناس للتوحيد، هم موحدين ولكن علموهم الرقائق، فكيف نرد على هؤلاء؟ هم موحدون إن شاء الله، لكن دعوتهم إلى التوحيد تأكيد ولأجل التثبيت، ولأن هناك شبه لازم تبين لهم، لأن الموحد عليه خطر أيضا من الشبه ومن دعاة الضلال، فنحن نحصنه وهل هذا التوحيد أعظم من توحيد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ خاف على نفسه، فكيف لا نخوف هؤلاء من الشرك، نحذرهم منه لئلا يخدعوا به أو يروج بينهم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يأمن على نفسه، ولا أحد يزكي نفسه ويقول أنا موحد ولست بحاجة إلى بيان التوحيد. أنت بحاجة، يا قد يلبس عليك، قد تعرض لك شبهة، قد يأتيك مغرض، فلا بد أن تتحصن من هذه الأمور وتبين لك.